مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من مسبح الفقراء. البلاصة هذه اللي كيجيو ليها ولاد الشعب وكيعموا فيها، فللأسف بعض القاصرين كيجيو كيطلعوا فوق داك السور ديال مسجد الحسن الثاني وكيغامروا بحياتهم وكينقزوا من تما. كاين صخر، الله يستر يقدر يطيح شي واحد، الله يستر تقدر توقع شي كارثة هنا، رغم المنع ديالهم من طرف السلطات الأمنية والأمن الخاص ديال مسجد الحسن الثاني. بالرغم من ذلك كيجيو وكينقزوا وكيهربوا ليهم وكيبقى يتجاراو معاهم. للأسف هادشي اللي كيوقع هنا في مسجد الحسن الثاني. هذه مربعة، أشهر بلاصة في مدينة الدار البيضاء، كيجيو ليها أبناء الشعب كيعموا فيها، كيدوزوا واحد الوقيته زوينة مع هاد الشمس وهاد الحرارة المفرطة اللي كاينة اليوم، اللي هو يوم الاثنين 8 ماي. نشوفوا واحد الشمس سخونة بزاف كاينة اليوم. للأسف هاد القاصرين هادو كيغامروا بحياتهم، كيجيو كيطلعوا فوق السور ديال مسجد الحسن الثاني وكينقزوا من فوق رغم المنع ديالهم. فاش كنقول لكم المنع، راهم مانعينهم، راه كاينين رجال الامن هنا، كاينين الامن الخاص ديال مسجد الحسن الثاني كيمنعوهم، ولكن رغم المنع ديالهم راهم كيهربوا وكيمشيو وكينقزوا من داك السور. فالله يدير شي تاوي ديال الخير، هادشي كامل غير باش ما طراش لشي واحد شي حاجه، لان كاين الصخر والبحر طالع، يقدر شي واحد الله يستر ينقز يضرب راسه مع صخره، يضرب رجليه، يطيح كوما، يغرق، يموت. هادشي علاش كنقولوا بان راه ممنوع السباحه هنا. بغيتي تعوم راه البحر هنا، راه كاين الصخر بزاف. واصلا البلاصه ماشي ديال السباح، فاحنا ما غنتسناوش حتى توقع الواقع عاد باش نقولوا شكون خلاه، شكون مشى، كيفاش، فينا مال الوالدين. البلاصة اللي كينقزوا منها راه عالية بزاف، شوف هذيك البلاصة كاملة كينقزوا منها. الخطير في الأمر أنهم قاصرين، ماشي شي وحدين اللي بعقولهم وغيعرفوا، هادو قاصرين كيتجاراو كيديروا هاد المشاكل كاملة هنا في مسجد الحسن الثاني. يعني كاين الشمس سخون الحال، الله يدير شي تاوي ديال الخير.
الله يسر الامور للجميع وردوا بالكم عافاك مابقاش تجيو لهنايا. بغيتي تعوم عوم ولكن ما تنقش، واخا السباحه راه ممنوعه ولكن اش غادير لهاد الشباب، اش غادير لهاد الاطفال، شنو غادير لهم؟ راهم كيتزاحموا كيتجراو ما عندك ما دير لهم. راه رغم المنع ديالهم راه كيتجراو كيطلعوا كيهربوا ما عندك ما دير، ما يمكنش تضرب شي واحد ويمكنش ادي شي واحد. ماشي كيمشي واحد ولا جوج، كيمشيو كاع فلا ديال الدراري. ها تشوف ما يقدرش حتى داك السيكوريتي مسكين يهضر معاهم، ها يبغي يشد شي واحد يطيح تما ويموت الله يستر، تحسب عليه. فغنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله، تبقاو على خير.